زي ما بيقولوا أصعب حاجة إنك تحافظ على النجاح. إحنا دايماً بنحاول كل مرة نطور أكتر عن المرة اللي قبلها، كل مرة بنحاول نحسن المحتوى، نحسن الأداء، نحسن صورة المحتوى نفسه اللي بتطلع للجمهور. بنحاول نقدم للجمهور أفضل حاجة عندنا، لأن هم فعلاً يستحقوا مننا ده. التجديد من أهم الأمور بالنسبة للفنان. بالنسبة لي يعني التجديد يكون من خلال الاستماع إلى أعمال فنانين آخرين، أحيانا حتى الدراسة الأكاديمية تساعدك في أن الوسائل اللي عندك تزيد، فبالتالي تخرج عن ما قدمته سابقا، يصير عندك أدوات للتلحين أخرى جديدة، أدوات للتوزيع الموسيقي، أفكار جديدة، فهذه بلا شك تساعد، وأحاول أني يعني آخذ منها.